نحن في جميع الأحوال كل شخص مصاب بحصوات مرارية نحاول أن نستكشف ونتقصى عن وضع القنوات الصفراوية، ولدينا وسائل نستعملها للتأكد بشكل شبه تام من عدم وجود أي حصوات في الأقنية الصفراوية وخلوها من أي انسداد. من هذه الطرق التي نستعملها، أولا نسأل المريض عن القصة المرضية وتفاصيل مرضه، هل تعرض سابقا إلى اصفرار؟ هل تعرض سابقا إلى التهاب في البنكرياس؟ هل تعرض سابقا إلى نوبات من البول الداكن أو البراز الفاتح اللون؟ هذه أول خطوة في سؤال المريض. الخطوة الثانية نستعملها بإجراء التحاليل المخبرية والتي تكشف لنا عن نسبة المواد والخمائر المتواجدة في الدم والتي من المفروض أن يقوم الكبد بتصفيتها. من هذه الخمائر الصبغة الصفراوية في الدم أو البيليروبين، وهناك خمائر أخرى عديدة يفرزها الكبد تنحبس في الجسم ويرتفع معدلها في الدم في حال وجود أي انسداد في الأقنية الصفراوية. إذن هذه المرحلة الثانية المختبر. المرحلة الثالثة، اليوم لدينا وسيلة فعالة وهي السونار أو الأشعة فوق الصوتية، والتي نستكشف فيها أحشاء البطن وجوف البطن، اللي هي الأشعة النووية يعني؟ لا، الأشعة الصوتية اللي هي الألترا ساوند. وهذه الأشعة الصوتية ترينا هنا على سبيل المثال هذه صورة لمرارة نراها باللون الأسود التي تشبه شكل الكمثرى أو شكل الباذنجان، وهي تحتوي على حصوات، هنا حصات وهناك حصات ثانية مجاورة لها، ونشاهد الحصوات داخل المرارة. هذا اللون الأسود هو السائل الصفراوي الموجود في المرارة. بنفس الطريقة نستطيع أن نشاهد القنوات الصفراوية خارج الكبد بواسطة نفس الجهاز. طبعا هذا الفحص غير رضي ولا يسبب أي أذى للإنسان ولا يعرض للأشعة، وهو سريع الإجراء ويمكن أن يعطينا دقة بنسبة تصل إلى 98% بوجود حصوات في المرارة أو بوجود حصوات في الأقنية الصفراوية. وعندما يكون هناك حصوات سادة في الأقنية الصفراوية نجد أن هذه الأقنية متوسعة، لأنه بهذا الجهاز نستطيع قياس قطر الأقنية الصفراوية، يعني نحدد حجم القنوات الصفراوية. فإذا وجدنا في المختبر أن الفحوصات طبيعية، المخبرية طبيعية، وبالأمواج الصوتية أن القناة الصفراوية طبيعية، نطمئن وبنسبة 98% إلى أن لا يوجد أي حصوات في القنوات الصفراوية خارج المرارة. إذا كان لدينا أي شك آخر نستطيع أن نلجأ إلى طرق أخرى، ومنها التصوير بالرنين المغناطيسي. التصوير بالرنين المغناطيسي اليوم يستطيع أن يعطينا صورة عن السوائل الموجودة داخل الأقنية البنكرياسية وداخل الأقنية الصفراوية، وصورة تشابه التصوير بالصبغة الملونة. إذا لم يكفي هذا الإجراء والإجراءات الأخرى لقطع الشك باليقين ولا يزال لدينا شك بوجود حصوات في الأقنية الصفراوية، قد نلجأ إلى طريقة أخرى وهي طريقة الـ ERCP، وهي تصوير الأقنية الصفراوية عن طريق منظار الجهاز الهضمي. ممكن نشوف الفيديو. هذه الطريقة تتم بمهدئ موضعي أو مهدئ عام عميق، لا يحتاج إلى تخدير كامل. يدخل المنظار عن طريق الفم، وهو المنظار الذي نجري فيه تنظير المعدة، إذا ما في جراحة. يدخل عن طريق الفم ونعبر منه به إلى الاثني عشر، حيث نصل إلى المخرج المعصرة التي تكلمنا عنها في البداية. نجد مخرج الأقنية الصفراوية والأقنية البنكرياسية التي تصب في الاثني عشر. ندخل هنا أنبوب رفيع في المخرج وهذا تسمى الحليمة. ندخل أنبوب، نحقن مادة ملونة ظليلة، نشاهد على الأشعة انتشار المادة الملونة، ونستطيع كما نرى هنا أن نقوم بتوسيع المخرج الذي قلنا أنه يحيط به عضلات ولا يسمح إلا بعبور. مسدود في حصوات مثلا؟ هذا أيوة، هذا في حصوات مسدود.
نستطيع أن نوسع المخرج لنسهل خروج الحصات التي تسد المجرى. هذه الحصات فقط دون جراحة، هذه عن طريق الفم، ما فيها جراحة. أيوة. لا لا لا، قصدي توسيع المخرج أيضا دون جراحة فقط. لا، نستعمل المشرط، ممكن نستعمل مشرط كهربائي كما رأينا، نوسع المخرج وندخل أنابيب أخرى فيها بالونات وممكن فيها باسكت سلة لاستخراج الحصوات، ونعود بإجراء تصوير بالمادة الظليلة لنتأكد من أن الحصوات جميعها قد خرجت. هذا التصوير بالمنظار بعد أن أدخلنا الأنبوب وحقنا، نجد أن المجرى الصفراوي هنا يحتوي على عدة حصوات قامت بسد المجرى ومنع الصفراء من الخروج. هذه صورة أخرى لحصات في المجرى الصفراوي الرئيسي، كما نرى الحصات هنا سادة والمادة الملونة التي هي باللون الأبيض. أيوة. التي تحيط بالحصى، هذا المنظار. المادة التي تحيط بالحصات هي الصبغة الملونة، نجدها أن انتشرت ولكن الحصات تمنع انتشارها في هذه المنطقة. إذن هذه طريقة تشخيصية وطريقة علاجية للكشف عن حصوات القنوات الصفراوية. جميل. نعم تفضل دكتور. الطريقة الأخيرة التي يمكن أن نستعملها وهي أثناء العملية الجراحة لاستئصال المرارة، حيث يجب استئصال المرارة في جميع الأحوال لأنها الأصل المولد للحصوات. أثناء العملية الجراحية نرى هنا أننا نقوم بقص القناة المرارية، هذه القناة المرارية التي توصل المرارة بالأقنية الصفراوية، نجد نقوم بقصها جزئيا ثم إدخال أنبوب شبيه بالأنبوب الذي رأيناه سابقا. ندخل الأنبوب إلى الأقنية الصفراوية ونقوم بحقن المادة الظليلة الملونة التي سترينا على جهاز الأشعة وجود حصوات أو عدم وجود حصوات في القنوات الصفراوية الرئيسية. سنجد أن الجراح هنا يقوم بحقن، بعد إدخال هذا الأنبوب يقوم بحقن سائل يظهر على الأشعة، وعلى جهاز الأشعة أو على الشاشة نستطيع أن نرى صورة مشابهة للصورة التي رأيناها سابقا بواسطة منظار الجهاز الهضمي. هذه الطريقة أثناء العملية الجراحية، وهي تعطي 99% نتيجة إيجابية. جميل. يعني دقتها لا تصل إلى 100%. لا يوجد أي فحص تصل دقته إلى 100%، لأننا أحيانا نقوم بجميع هذه الإجراءات وتبقى بعض الحصوات حتى بعد إجراء العملية. جيد.